النهارده كان معنا ماتش مهم جدا، ماتش مؤجل من الجوله 17 بين مودرن سبورت والنادي الاهلي. لقاء كان فيه نديه، لقاء انتهى بفوز النادي الاهلي هدفين مقابل هدف. الهدف الاول سجله طبعا ارنولد ايبا في الدقيقه 26 بهجمه خلينا نقول عليها عنتريه من منتصف الملعب، يتقدم ويراوغ ويسدد الهدف الاول لمودرن سبورت في الدقيقه 26. ثم النادي الاهلي في الثواني الاخيره من الشوط الاول امام عاشور يعادل النتيجه في الدقيقه 45 علشان يدخل النادي الاهلي بين الشوطين بالتعادل الايجابي. ثم على طول بيرسيتاو في الدقيقه 62 يسجل الهدف الثاني للنادي الاهلي ليتقدم النادي الاهلي وينهي اللقاء بنفس النتيجه 2-1. بالنتيجة دي النادي الأهلي أكيد بيقرب أكتر من درع دوري السنة دي وبيضغط أكتر على منافسه في الدوري الحالي بيراميدز. وكمان مودرن سبورت كان نفسه يفوز علشان يضغط على المصري. خلونا كده نشوف جدول ترتيب دوري نايل اتغير ازاي بعد اللقاء اليوم. بيراميدز موجود في المركز الأول ب 68 نقطة، الأهلي في المركز الثاني ب 63 نقطة، وعمال يقرب خطوة في خطوة وجولة في جولة للمركز الأول ويضغط أكتر على بيراميدز. النادي المصري في المركز الثالث 51 نقطة، مودرن سبورت يتوقف رصيده بعد هزيمة اليوم ل 47 نقطة في المركز الرابع، سموحة في المركز الخامس 45 نقطة، الزمالك في المركز السادس 42 نقطة، إنبي في المركز السابع 42 نقطة، زد في المركز الثامن 41 نقطة، نفس الرصيد من النقاط مع سيراميكا كليوباترا في المركز التاسع، الاتحاد 38 نقطة في المركز العاشر، طلائع الجيش في المركز ال 11 ب 35 نقطة، البنك الأهلي في المركز ال 12 33 نقطة، 32 نقطة بيمتلكهم الجونة في المركز ال 13، 31 نقطة مع الإسماعيلي في المركز ال 14، فاركو في المركز ال 15 29 نقطة، بلدية المحلة في المركز ال 16 24 نقطة، المقاولون العرب ترتيب ال 17 20 نقطة، والداخلية في المركز الأخير 19 نقطة. كده انتهى الاستوديو التحليلي للقاء اليوم، إلى أن نلقاكم في استوديو قادم، نترككم في رعاية الله، سلام.